السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة فاكرة ان الذكاء الصناعي كان خلال السنتين اللي فاتوا او 10 سنين بكتير، لكن هو مع بداية اختراع الكمبيوتر ظهر الذكاء الصناعي، لان الناس مكانتش عارفة تصور للكمبيوتر. فكان هو التصور ان هو يبقى عامل زي الدماغ ويفكر زي البشر. الجهاز دوت هو جهاز اسمه ألان تورينج دوت رئيس الفريق اللي كان مسؤول ان هو يفك الشفرة بتاعة المخابرات الألمانية. هما بيسجلوا الشفرة بس مش عارفين يفكوها، وعشان يفكوها بتاخد بيجي أسبوع، وهم المخابرات الألمانية كانت بتغيرها كل يوم، كنت لازم تعرفها عشان تعرف فين أماكن السفن وتضربها. فده أول جهاز اشتغل بيه الذكاء الاصطناعي، كان أثناء حرب يعني تقدر تقول 1944. وألان تورينج عمل اختبار، قالك لو قدرنا نقنع الناس إن اللي بيكلمهم دوت ده انسان بينما هو كمبيوتر، يبقى احنا كده نجحنا ان احنا نخترع ذكاء اصطناعي كويس. ولحد اوائل القرن 21 مفيش ولا برنامج قدر يقرب من كده، لكن في برامج قدرت انها تعمل مهام محددة زي التشخيص مثلا طبي او ترجمة اللغات او انها تعرف على الحروف او تعرف على الصوت او تعرف على الكتابة اليدوية. وحصل التطور بقى سنة 1954 لما بدأوا يفكروا طب مش عايزين نعمل زي الدماغ، طب ما نفتح الدماغ ونحاول نعمل زيها. فبدأوا يحاولوا يعملوا شبكة من الخلايا العصبية، وقدروا يعملوا أول شبكة عصبية زي سنة 1954، إن هم يقدروا يعملوا شبكة، بس هي طبعا حاجة أبسط بكتير من الدماغ البشري. وبدأت فعلا إنها تبدأ تتعرف على الوجوه أو على البيانات. وفي طبعا ناس كتير بتخاف من الذكاء الاصطناعي، فاحنا عشان نوضح الموضوع ان في 3 انواع من الذكاء الاصطناعي. في ذكاء صناعي ضيق يعني بتديله مهمة معينة زي مثلا ان هو يلعب شطرنج مثلا. الذكاء الاصطناعي العام ان هو يقدر يتعامل مع حاجات كتيرة جدا زي فكرة شات جي بي تي، تقدر تساله في مجالات مختلفة ويبدأ ان هو يتجاوب معاها، وبالذات ان هو دلوقتي يقدر يفهم صوت ويقدر يفهم الصور. الذكاء الاصطناعي الفائق اللي احنا ما بنقربش منه ولسه بعيد عنه خالص، ان هو يفكر افضل من الانسان ويبقى عنده ابداع علمي وحكمة عامة ومهارات اجتماعية. طبعا الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى موجود في حاجات كتير جدا زي مثلا السيارات ذاتية القيادة، زي البرامج اللي تكتشف ان الايميل ده مزيف او غير مزيف. فبيستخدم مثلا في تنظيم المرور، يقدر يشوف لو في ازمة تحصل بعد فترة يبدأ ان هو يتنبأ بيها ويحل بيها. في المستشفيات بيساعد في تشخيص الامراض،